السلام عليكم، هذا الفيديو الثالث من مادة الحساب الذهني. حضروا كتاب الأباكس والعداد عندكم واجلسوا جلسة سليمة وتحضروا لمادة الحساب الذهني. المرة الماضية شرحنا عن يونت 3 وعلمتكم شو يعني الكوزنز وكيف نقدر نكتبهم، وكمان أعطيتكم واجب كان عليكم صفحة 30 و 31، وفي منكم بعتوا لي الإجابات، اللي ما بعت لي يبعث لي الإجابات لأنه كمان حلينا صفحة 32 و 33. اليوم راح نكمل كمان على موضوع الكوزنز، نبلش بالصفحات اللي هون. تمام، لو بدنا نشوف هاي المسألة، صفحة الكل يفتح لها صفحة رقم 34. طبعا المسائل اللي فوق زي ما اتفقنا انتو لازم تحلوها، بتكتبوا لي الديت والتايم زي ما احنا اتفقنا. المسألة الأولى، أول شيء نصفر عدادنا، شوف كيف نقدر نحلها. عن أي كوزنز بيحكوا؟ بيحكوا عن بلس 1 إيكوال بلس 10 ماينس 9. نشوف المسألة الأولى، بحكي لي 9، أوكي أكتب 9، بعدين بلس 1، الون ما معاي بخانة الأحد، بقدر أزيد واحد، بروح بلجأ لموضوع الكوزنز، بسأل الون مين ابن عمها، بطلع التن، بستعمل حركة الربط، فبرفع الواحد وبنزل الناين، انه 9 بلس 1 صار عندي اياه 10. تمام، بعدين بلس 3 بعلي 3، ذا انسر 13. فالاجابه الاولى 13. خلينا نشوف الكوزنز الثانيين بالسطر التحتاني. السطر التحتاني في كمان كوزنز، طبعا انتوا هتكملوا حل باقي المسائل هنا زي ما انا حاله الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه للعاشره، كلاتهم بيحكوا عن الكوزنز تبع ال1. خلينا نشوف السطر التحتي عن أي كوزنز عم يحكي معي. 8 3 1، بعمل جون والحركة الثانية ربط 8، بعلي 3 3. أنا ما معي مجال أزيد 3، فبسأل 3 مين ابن عم ل 3، ابن عم ل 3 اللي هي بزيد العشرة بحركة الربط، بزيد العشرة وهون بنقص السبن. تمام، صار عندي الجواب 11 11. بعدين بلس 1 بزيد 1، جواب صار 12. فاحنا هون لو لاحظتوا اخذنا استعملنا ولاد عم الثلاث، ابن عم الثلاث اللي هي الثلاثة اللي بكملها السبعة، هو الابن عمها. تمام، فلو نشوف السطر الاجابات عندي 15 17 13 10 17 11 17 18 10. تمام، هدول اولاد عم اللي استعملناهم لنقدر نحل عليهم اولاد عم الثلاث. لو ننتقل على الصفحه اللي بعدها، هلا احنا هيك خلصنا الفكره الرئيسيه اصلا لماده الكوزنز. كل الصفحات اللي عم تشوفوها قدامكم عباره عن تدريبات، فنفس الشيء بتفتحوا صفحه كلياتنا نفتح مع بعض صفحه رقم 35 الكل يفتح. تمام، هلا لو نشوف الصفحة اللي جنبها بالضبط صفحة 35، السطر الأولاني زي ما احنا اتفقنا انه انتو لازم تكتبوه وهي الإجابات موجودة عندكم، وقفوا الفيديو وشوفوا الإجابات. لو نشوف المسألة الأولى، المسألة الأولى كمان تكررت معانا، لاحظوا ما في عندي عنوان، يعني هاي المسائل مكررة معانا، بس مع هيك رح أرجع أحلها. بصفر العداد، أوكي، طبعا بعمل جن زي ما أنا متعودة والربط. حكولي 9 بلس 1، ما معي مجال بخانة الأحد، رح أضطر ألجأ لخانة العشرات. ال 1 مين ابن عم ال 1 اللي هي 10، فهي بعلي ال 1 ونزل ال 9 حركتين مع نفس الوقت. بعدين حكالي بلس 5، بزيد ال 5، الجواب صار 15، واللي جنبها 12 11 12 11 10 11 11 12 و10. لو ننتقل على السطر التحتاني، انا عم بحكي بالعربي على اساس انه ما حدا يحكي لي انه شو الرقم، وبنفس الوقت عم تكون ارقام ان انجلش عشان تكون الجهتين انتو عندكم واضحه. تمام، اوكي، لو حتى نشوف السطر التحتاني، السطر التحتاني نفس الاشي، 10 10 13 11 10 16 12 10 10 19. طبعا طريقة حلهم زي ما حلينا المسألة الأولى، وزي ما حلينا الصفحات اللي قبل، وزي ما حلينا بالفيديوهات اللي قبل. يعني فعليا هذا الفيديو عبارة عن مراجعة عن
اللي صار وراجعوا التمكين عن اللي صار قبل. اوكي، عشان نتمكن اكتر وتاخد ايدكم عن الحل اكتر، كمان بياكم تفتحوا على الصفحة 36 تكتبوا لي الديت والتايم. السطر الاول انتوا لازم تحلوه زي ما احنا متعودين، السطر الثاني هي اجاباته واضحة عندكم، تقدروا توقفوا الفيديو وتشوفوه، بس ما هيك انا غير احكيها. الاجابات تبعون سطر 12 10 11 12 10 10 13 11 10 10، هذول السطر الاول. تحت 10 10 10 18 12 16 10 15 15 10. انا برجع احكي ان انا لا انه انا عم بحكي بالعربي وهم مكتوبين ان انجلش عشان تكون واضحه للجهتين، بالذات لصف رابع لانه شوي بده دقه بالموضوع. سادس، انتم الموضوع عندكم كثير واضح بالعربي بالانجلش، اوكي، بس بدنا نراعي انه احنا معنا طلاب صغار شوي. اوكي، خلينا نشوف هاي الصفحه لانه شوي فيها يعني بدها تركيز شوي. الصفحه هون طبعا زي ما اتفقنا صفحه 37، اكتبوا لي الديت والتايم. الاجابات السطر الفوقاني هيها واضحه. خلينا نشوف السطر التحتاني لانه هون شوي فيها ماينس. بصفر العداد زي ما انا متعوده. شوف المساله الاولى حكت لي 6، بعمل جن اوكي والربط، حكت لي 6 بعلي 6، بعدين 4 4، انا ما معي مجال بخانه الاحد بزيد 4، فروح بلجأ للكوزنز. الفور مين ابن عمها اللي هو الستة، هم اولاد عم العشرة. بحركة الربط برفع الستة بنزل الستة وبعلي العشرة، صار هلا 10. بعدين حكى لي ماينس 9، يعني هاي العشرة بدي اطرح منها 9، بدي اطرح منها 9. بروح شو بعمل بالماينس، بتصير عملية عكسية. فبسأل ال 10 اوكي، ال 10 بدي اطرح منها 9، ال 9 من ابن عمها 1، فبروح بعلي الواحد بهاي الطريقة اوكي، وبنزل ال 10، فبصير معاي الجواب 1. خليني اعيدها مرة تانية انا شوي بدها تركيز، ركزوا معاي. بصفر عدادي انا على المسألة الاولى، حكت لي 6 عليت 6، حكت لي 4 4، انا معي مجال ازيد 4 لا، فمين ابن عم بطرح اضطر الجأ للخانة الثانية، فمين ابن عم الفور؟ ابن عم الفور اللي هو 6، فبعمل ربط جن بعلي 10 وبنزل 6. هذا مشروح بالفيديوهات اللي قبل، ارجعوا لهم وتشوفوهم تمام. اوكي، بعدين حكت لي ماينس 9، بدي اطرح من العشرة هاي 9، فبروح بتصير عملية السؤال عكسي، بتصير بسأل التسعة مين ابن عمها؟ 1 تمام، فبروح بعلي الواحد وبنزل 10. يعني انا كنت قبل شوي عليت وطيت هون لا، هون بعلي وهون بوطي، لاحظتوا الفرق؟ العامل رجعت على الحركة مرتين عشان تشوف الفرق، هيك بعلي وهيك بوطي، هيك انا عليته وهيك انا وطيته تمام. للي ما استوعبها خلينا نشوف المسألة اللي بعديها. المسألة بتقول لك 8 8، بكتب 8 بحركة الجن، ولاحظت انا كله بشتغل الجن وربط، طلع اصابع كتير منيح. بعدين حكت لي بلس 5، انا قادرة ازيد 5 لا، فبسأل الفايف مين ابن عم الفايف، هو مفروض يكون التن، فبعلي التن وبعلي معاها، هي بتكون حركة عكسية، عفوا بعلي معاها الفايف، صار معي الجواب 13 تمام 13. بعدين حكت لي ماينس 9، يعني من هاي 13 بدي اطرح 9، بروح بس تصير السؤال عكسي زي ما كنا بالجمع، بنصير نسأل بطريقة عكسية بالطرح. بسأل 9 مين ابن عم التسعة اللي هو الواحد وابن عمه للعشرات، فبروح بنزل العشرة وبنفس الوقت بعلي الواحد. شفت انا شو عملت؟ نزلت وعليت، فصار الجواب 4. الموضوع كتير بسيط بس بده ممارسة. بناء عليه بدي أقرأ لك الإجابات، طبعا أنت بدك تمارس عشان تشوف الإجابات الموجودة الصح لهاي. بدي أقرأ الإجابات عشان تشوف الإجابات الصح لهاي الصفحة. 1 4 1 7 6 1 8 1 2 2، تحت 3 4 3 3 7 3 1 4 4 8. تمام،
خلينا نشوف هاي الصفحة، صفحة 38، نفس فكرة الكازنز، عن كل اللي عم ناخده عم ناخد تدريبات عليها. طيب طبعا الديت وتايم بدك تكتبوا زي ما احنا بنعرف، السطر الاولاني انتوا لازم تعبوه لانه هون هذا اختبار لكم، فانا ما بصير اساعدكم بحله. طب خليني افرجيك المسألة الاولى كيف تنحل. هي بصفر عدادي بعمل الجن، حكت لي 9 بعلي 9، بعدين حكت لي 6. هلا بسأل السكس مين، طبعا انا ما بقدر اعبي 6 هون، فبروح بسأل السكس مين ابن عمها بخانة العشرات اللي هي الاربعة. بروح شو بعمل، بعلي 10 وبوطي الاربعة، تمام اوكي. بعدين حكالي ماينس 7، فمين طب صار شوي عطل، خليني من بناء عليه ارجع اعيد لك اعيد لكم المسألة. بصفر عدادي، انا عم احل بالمسألة الاولى، حكيت 9 بكتب 9، حكت لي 6 بسأل السكس بقدر هون ازيد 6، لا مين ابن عم الستة بخانة العشرات اللي هي الاربعة. بعمل جن والربط، برفع العشرة وبنزل الاربعة، تمام. طيب بعدين حكت لي ماينس 7، فبسأل اوكي بدي اطرح 7، هلا بروح بسأل ال 7 بسأل ال 7 مين ابن عم ال 7، ابن عم ال 7 الثلاث. بروح شو بعمل، بعمل جن والربط، بنزل عشرة وبزيد التلات، فصار معي الجواب 8. اللي جنبها 4 4 3 4 3 4 9 3 9، التحت نفس الفكرة 4 4 9 4، هاي 9 يس 9 4 4 9 4، كلهم نفس الأفكار، كلهم بس بدهم ممارسة منكم. حتى لو بدنا نشوف الصفحة اللي جنبها عشان تكونوا بالصورة، الصفحة اللي جنبها كمان طبعا بدك تكتب لي الديت والتايم وبدك تحل. هيك بنكون انهينا مادة الأباكس بالكوزنز. ضايل عنا هون صفحات بدي اياكم تحلوها بالضبط، انا بدي اياكم تركزوا لي على هذول الصفحات اخر هاي الصفحة. يعني أنا فعليا هلا أقدر أطلع بقى أعطي لكم بعد شوي بصور الإجابة النموذجية لصفحة 39 و40 و41 و42، هتكون عندكم الإجابات النموذجية لهدول الصفحات أوكي. بس اللي حيكون عليكم واجب عشان تكونوا بالصورة 43، اللي بدي إياكم تبعتوا لي إياه على الواتساب خاص، بدي إياكم تبعتوا لي إجابات صفحة 43 و44 و45، وآخر صفحة هي 46. طبعا أنا بس أعطيكم معلومة إنه كيف تحلوا هاي شوي المسائل، لأنه مش كبير المسائل بس طويلة، وأنتوا أخذتوا بهذا الطول وأكتر، لأنه بالامتحان كنا ناخد مسائل كتير أطول من هيك، وحتى بالمنتل كنا ناخد مسائل كتير أطول من هيك. بس خليني أفرجيك مثلا كيف بقدر أحل مسألة من الواجب، يعني أنا عشان تكون أنت عارف إنه هاي الصفحة واجب، تمام. طب السطر الاولاني طبعا ديت وتايم زي ما اتفقنا، السطر الاولاني بس بتعد الخانات وبتكتب الخرزات، فانا ما بصير اغششك فيه ابدا ولا اشي. بس بدي افرجيك المساله الاولى لانها شوي طويله، شوف علي شو راح اعمل. طبعا هاي بتفرجيك بدك تحل باقي الواجب. خلينا نبلش باول مساله. المس حكت لي 9 طبعا جن والربط اوكي 9، نزلت 9 بلس 1، انا ما بقدر هون ازيد 1، فبروح بسال خانة العشرات مين ابن عمك، بتحكي لي الواحد، فبزيد 10 وبنقص 9. انا كتير عم بعيد الحكي على اساس انه حتى الصغار يكونوا عم بيستوعبوا معي الماده اوكي. طيب لهون خلصنا، يعني خلصنا من ال9 وال1، بدي هيك شطب عشان ما الارقام شوي طويله. حكت لي بلس 6 بقدر ازيد هون 6، يس بقدر، فشو بعمل، بزيد 6، تمام خلصنا من الستة، تمام أشطب عليها. بعدين رجعت حكت لي زيدي 9، بروح بسأل هون بقدر أزيد 9، لا بسأل ال 9 مين ابن عمك، بتقول لي الواحد، بروح شو بعمل، بعلي ال بالربط والجن، بعلي ال 10 ونقص من هون 1 أوكي تمام. بعدين
رجعت حكيت خلصت من التسعة بشطب عليها على أساس إني ما ألخبط، لأن هاي مسألة من 5 أرقام. بعدين حكت لي زيدي 5، باجي هون بدي أزيد 5، بس 5 مستهلكة. بروح بسأل 5 مين ابن عمك؟ لأني بدي أروح أضطر ألجأ لخانة العشرات، فمين ابن عمك؟ بتقولي 5. طلع شو بعمل؟ بعلي، بعمل ربط والجن، أوكي، بعلي العشرة اللي هون وبطلع 5 اللي هون، فصار قديش الجواب؟ اقرأوا كتير منيح، 3 خرزات وهون 0، فشو الجواب؟ 30. تمام، فالإجابة 30. تمام، فإنه هيك الجواب 30. اللي بدي إياه منكم تكملوا لي الواجب، هاي الصفحة وهاي الصفحة وآخر صفحة، وطبعا اتسلوا بالمتاهة نشوف مين بيقدر يوصل الستار لأقرب السهم يوصل لهون. احنا بنكون هيك انهينا مادة الابكس بالجود فريند. طبعا زي ما قلت لكم بدها كتير تمرين، عشان ان شاء الله المرة الجاي رح نبلش بمادة المنتل، ومادة المنتل اذا ما كنت مدرب ابكس شوي رح تتغلب بالمنتل، بس انتو كتير ممتازين وكتير شطورين وبتقدروا كتير تتقنوا الموضوع، لانه اصلا المادة كتير بسيطة وسهلة عليكم. يعطيكم العافية وبالتوفيق.